أحمد بريكي من رين. طبعا أنا مش صاحب، يعني أخ وقراب أبو علي وصاحبي، يعني كل إشي مش من أبو علي. طبعا أبو علي مش من اليوم ولا شهر ولا سنة، أبو علي من أيام الطفولة وأنا وياه. أبو علي إنسان قدم، أبو علي إنسان جريح أسير، وهياته هسه نال الشهادة طلبها ونالها. طبعا من قبله أبوه من الناس الشرفة والكلال اللي زيه، قائد كبير. رمضان العام كنا فاقدين برمضان أبوه، وإحنا هاي اليوم فاقدين رمضان هذا اللي جاي فاقدين أبو علي نفسه. طبعا أبو علي إنسان صغير لكبير، الكل بيعرف مين أبو علي. أبو الضحكة الحلوة، أبو كلب طيب، اللي بجيبته مش إله، لصاحبه لأهله، عنده عشق لأخوته، عنده عشق لأصحابه، لمخيمه بالذات. أبو علي كان أسير قبل رمضان وطلع، يعني ما ينحبس قبل أسير، بعدين حبس رب طلع، وهياته بالأخير صار شهيد عند رب ونياله. طبعا إيش خسارة كبيرة علينا أبو علي. طبعا وقد ما نخرف بدك لبكرة، بدك أخرف كل شيء أبو علي، لبكرة بخلصش. أبو علي من زينة الشباب عنا، وعن جد خسارة كبيرة أبو علي كصديق وأخوه. لهس بعدني مش مقتنع إنه مستشهد، يعني بعدني بقول للشباب، وهس جيت لأخوه لكسم بقول له أبو علي كذب، مش مستشهد، مش مصدق إنه مستشهد، ولا راح أصدق إنه مستشهد. لأني وقت كل شهيد أروح أنا وياه ونروح نجانز، نروح عند الدار. بقيت كل سهراته وكل قعدات كل حياته عندي، وين لك وأهله الكل، وين عند الخال. ذاكت كل حياته متعلقين ببعض كثير مش شوي، وين ياله.